احنا نتبع في الوضع الوبائي ونتبع في تطور الوضع الوبائي في تونس. سجلنا ليلة البارحة 1237 حالة جديدة و29 وفاة. الوضع الوبائي في الجهات يختلف، ثم جهات الوضع فيها مستقر لكن مازال فوق الساي، فوق الليميت اللي حددناها اللي هي 100 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوم الأخيرة. ثم ولايات نقص فيها العدد أم زالت مرتفعة نسبيا، وثم ولايات العدد فيها مرتفع وثم ولايات ثم تحسن فيها. احنا كوزارة الصحة قاعدين ندعموا في الإجراءات الوقائية، عاملين على الومضات التثقيفية اللي وسائل أعمال مشكورة قاعدة تبث فيها ومضات تثقيفية مختلفة لتحسيس المواطنين بأهمية مواصلة أخذ الإجراءات الوقائية لحمل الكمامة في التباعد الجسدي. علاوة على الوقاية، وزارة الصحة ستعمل على تحسين التكفل بالمرضى الكوفيد. التكفل هذا ينطلق من قرب بالمريض، التكفل به بسرعة في منزله في المستشفى المحلي، وهذا قمنا بالتنسيق مع النقابات القطاع العام والقطاع الخاص مع الأطباء باش يكونوا يتكفلوا بالمرضى في منازلهم في أقرب وقت حتى لا تتعكر حالتهم، حتى نقصوا الضغط على الأقسام الاستعجالية وعلى أقسام المعاش. لذا احنا نزلنا بيان مشترك مع النقابات هذه ووضعنا أسس التعاون بين أطباء القطاع العام والقطاع الخاص للتكفل بمرضى الكوفيد عن قرب. كذلك قاعدين نتطوروا في منظومة اتصال بين الطبيب والمريض، هو تابع الطب عن بعد. أصدرنا حضرنا أمر مش يصدر قريبا إن شاء الله خاص بالطب عن بعد، وحضرنا بلاتفورم يتم فيها الاتصال بين الطبيب والمريض بصفة سريعة يتكلموا به اللي هو في ذلك. كذلك قررنا بناء أجهزة التنفس مش نحطوها على ذمة الأطباء في الخطوط الأولى. كما قررنا اقتناء أجهزة كونسنتراتور الأكسجين مش نحطوها كذلك على ذمة الأطباء في الخطوط الأولى. بالنسبة للمستشفيات المحلية، حاليا عندنا 268 سرير خاص بالكوفيد يكون فيهم حاليا 64 مريض فقط. المستشفيات الجهوية عندنا 82 سرير إنعاش يقيم به حاليا 55 مريض، وعندنا 515 سرير أكسجين يقيم فيه 300 مريض. بالنسبة للخط الثالث اللي هي المستشفيات الجامعية، عندنا 153 سرير إنعاش يقيم بهم حاليا 144 مريض، و 579 سرير أكسجين يقيم فيهم 427 مريض. في مستشفى المنزل مستشفى الميداني على 80 سرير أكسجين يقيم فيهم 35 مريض. كذلك حبنا نعلن على نيتنا تطوير مستشفيات ميدانية بالكرم بتونس العاصمة، وكذلك بالمستشفى الجديد بفاقس، هو إن شاء الله في أقرب وقت نقوم بتجهيزه ووضع إدارات الطبية والشبه الطبية للعمل بهذه المستشفيات. هذاش حبيت نقول لكم، أنا حبيت نأكد على السادة المواطنين والمواطنات مواصلة اعتناء الإجراءات الوقائية لبس الكمامة للتباعد الجسدي، خاطر احنا مع بعضنا نجمو نحمي أنفسنا ونحمي العباد العزيزة علينا. شكرا. شكرا سيدي مدير الصحة، بيكم باش تقريبا نأكد وما صرح به السيد وزير الصحة في ضرورة التعامل جميعا نتعامل مع بعضنا في مجال ما يمكن تسميته بالعدو الغير كلاسيكي غير مألوف، وتقريبا إذا بتحرك الخطوات مع بعضنا، لكن هذا عدو خفي نوعا ما مستحدث مازلنا نعلم كل وجه فيه، لابد من التفاهم، لابد من التعاون والتفاعل، نسكن نفعله إيجابيا في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية. عندك كوزارة الصحة نحب نأكد وأني من هنا نشكر وجه تحية شكر
صادقة وخالصة للقوات الأمنية والسجل الإداري المشترك وزارة الداخلية اللي يعملوا ليلا نهار مش لا جبارة في معارضة الوجود الوطني لمكافحة كورونا. العمل يقوم به الأمنيين في الميدان هو عمل جبار، عمل مغني، عمل فيه مخاطر، ولكنه ما تولوش حتى لحظة في القيام بالواجب. والنجاح الأمني في معارضة الوجود الوطني لمكافحة كورونا كان وراها عمل في يقوم به السجل الإداري المشترك وزارة الداخلية اللي موش ظهر بل أنا شفته ونعينته عن كثب. فكذلك حنوجه تحية شكر لأعوان وإطارات السجل الإداري المشترك وزارة الداخلية. العمل وزارة الداخلية كان في المعارضة كان مبني على تدرج كما أكدت في مرة سابقة. عملنا عدد كبير برشا من التنبيه في أول مرة في التحسيس، ولكن ثم مع تنامي انتشار الفيروس تم استعمال الوسائل القانونية المتاحة. تم تحرير عدد كبير من المحاضر، محاضر علم حمل الكمامة فقط 23500، تم تحرير محاضر حضر الجولان فقط 5300، وأيضا تم حتى غلق محاضر تجارية وسط فقط كذلك 500. نحب نأكد أن حضر الجولان مش منطلقة لحد من الحريات أو الأساس أنها نسبة للحقوق والحريات العامة، لا، هذا مطلب أعتقد أنه هو مطلب يطلبه المواطن قبل ما تطلب السلطة. وهي رغم النقطة المختلفة اللي تخيل نظر حضر الجولان بمنظار آخر، عطنا المواطن يحترز من حضر الجولان اللي راح نمس من حقوقه وحريات وخير تنقل المدفولة بالدستورية والشريعة الدولية. لك هنا أنا نلاحظ أن حضر الجولان أصبح مطلبا يتمسك به المواطن قبل أن تفرضه السلطة. لذلك أنا نأكد على أنه لازمنا نتعاون مع بعضنا كل في إنجاح جميع الإجراءات اللي من شأنها توقف تنامي هذا الفيروس، ولأنه هناك تحديات خطيرة، تحدي كبير لابد باش ننجح فيه. وأنا كوزارة الداخلية عندنا ثقة كاملة في التفهم المواطن، عندنا ثقة كاملة في شجاعة ومعناها الإقدام رجال المؤسسة الأمنية في بذل المجهودات المضنية والعمل ليلا نهارا. عندنا ثقة كاملة في اللجنة الوطنية العلمية اللي تحدد الإجراءات الضرورية باش كلنا نتفاعلوا مع بعضنا وننجحوا في تجاوز هذه الجائحة بإذن الله بأقل الأضرار الممكنة، وإحنا على الخط الصحيح بإذن الله وباش نتجاوزوا الصعوبات اللي ممكن تمر بها الدول الأخرى. إحنا لحد الآن الوضع تحت السيطرة وبإذن الله ماشيين في طريق النجاح إن شاء الله. شكرا. باش نحسنوا طاقة استيعاب في المستشفيات في الجهات باش نأكد لك أنا عندي يمكن أكثر من شهر من اللي بجيتوا تعملوا. أنا كل نهار أربعة نحضر ونسمع في نفس الكلام تقريبا. بالنسبة للسؤال الثاني متعلق بحضر الجولان سيد الوزير، زيد أنا أحكي لك أنا من معناها كمواطنة في الشارع، العبيد في الليل قاعدة تتحرك بكل حرية خاصة في المناطق الشعبية تعيش في حياتها بطريقة طبيعية جدا. العروسات اللي كانوا يعملوا فيهم في الليل ولو يعملوا فيهم في العشية معناها اللمات هي في الجنايز يتعداوا عليهم أعوان الأمن، لهنا ما نشككش أنا في المجهود اللي قاعدين يقوموا به، لكن يتعداوا عليهم ويقولوا لهم هيا ربي معاكم، المهم ابعدوا شوية على بعضكم. هذوما معطيات، لكن من الأول صحيح فما خوف، توا ما عادش فما خوف، والمواطن يتعامل عادي مع الحاجات هذه. شنو تنجموا تعملوا؟ الواقع راهو بعيد برشا على الكلام اللي كنا نسمعوا فيه من عندكم. تسمح سيد وزير الصحة عندي التزام، تسمح لي أني نجيب نجاوب نبدأ بالإجابة لأنه مضطر للمغادرة. سيدة الكريمة، أنا أحب نأكد لك وأني مصر على شكر الوحدات الأمنية، الشكر التام، لأني نشكر هذا الشكر هذا نوجهه عن قناعة، لأني لمست بشكل واضح ومباشر الأعمال الكبيرة والتعب المضني اللي تحدوا فيه في القيام بالواجب. صحيح صحيح ثم بعض الإخلالات بسيطة، هذه ما تنفيش، بالعكس هي تمثل الاستثناء الذي يؤكد المبدأ، لأنه المبدأ أنه ثم عمل كبير، ثم تصدي كبير لأي إخلال وأي أي أعمال تمس من الإجراءات الوقائية اللي مشابهة كورونا. لكن
النجاح بنسبة 100% راهو صعيب باش تحقق في أي دولة كانت، مهما كان الانضباط ومهما كانت الرشد الجدي ومهما كانت الرقابة تامة. لكن كي تصير حاجات تبقى كما قلت الاستثناء الذي يؤكد المبدأ. لكن رغم ذلك فعلا تفطنا إلى وجود بعض النقائص وأعطينا تعليمات ليلة البارح بركة وأكدناها اليوم حاليا في الاجتماع صباحة اليوم في ضرورة إعطاء تعليمات هامة وصارمة في ضرورة الرفع من درجة الصرامة وجدية مع في التعامل هذا لمصلحة المواطن التونسي قبل مصلحة أي طرف آخر. وإحنا على كل حال معناها يسعدنا ونتفهموا ونحبوا نسمعوا الرأي المخالف، نحبوا نسمعوا ملاحظات المواطنين، لأنه فعلا بلغنا أنه ثم تكون عمل حفل زواج في عشوية. لكن على كل حال هذه أمور تتداولها بالإجراءات القانونية المتاحة، ولن يكون هناك أي تسامح مع الإخلالات الإخلالات بإجراءات التوقي، لأن المسألة هامة وخطيرة، تهم مصلحة الناس الكل ومصلحة تونس ومصلحة الشعب التونسي فوق كل اعتبار، فوق كل أي مناسبة كانت. وشكرا، سامحوني باش اعتذر، عندي إجراء. شكرا سيد وزير الصحة. بالنسبة للجواب على السؤال الأول عن تطوير قدرات استشفائية لوزارة الصحة، احنا نتفاعلوا مع الوضع الوبائي ونتبعوه ونتأقلموا معاه ونطوروا في قدراتنا حسب الحالة الوبائية. احنا عندنا أسرة إنعاش، أسرة أكسجين متوفرة في المؤسسات الاستشفائية الحالية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. الأسرة المتوفرة في القطاع العام نستغلوا فيها تدريجيا، مش ما نحرموش المرضى اللي مش مصابين بالكوفيد اللي عندهم حق في العلاج، عندهم حق في الإنعاش، مش يتمتعوا برعاية صحية طيبة. دونك احنا بدينا كنتذكر انطلقنا من 90 سرير، حاليا وصلنا فوق 230 سرير، وهذا تطوير تدريجي. مازالة الطاقة تتطور كما علمتك توا، ناويين نحط مستشفى ميداني في المعرض الكرم في 100 سرير انعاش و 400 سرير اكسجين. كذلك في صفاقس في المستشفى الجديده مش نسلموه قريبا، ناويين نحط 18 سرير انعاش قدرته القصوى و 160 سرير اكسجين. دونك احنا نتعاملوا حسب الوضع الوبائي ونطوروا قدراتنا تدريجيا، حتى الكرام مش ننطلقوا مثلا 30 سرير واحنا ماشيين، حتى مش تحبلها الوسائل كل موارد بشريه ضخمه اللي احنا قد ما نطوروها ديما تبقى محدوده. بالنسبه للسيد وزير الصحه عنده التزام، دونك السؤال هذا سيد وزير الصحة ماني العماري موقع تونجي نيميريك. سيد فيصل بن صالح كان حكاية الجمعة اللي فاتت على حاجة تونس الأسرة الانعاش، قال اللي هما في 600 سرير ومتوفر 200 فقط، وين وصلوا؟ هل تم ترفيع في أسرة الانعاش؟ وانت حكيت اللي فما اختلاف ما بين الولايات، يعني فما ولايات مستقر نوعا ما فيها الوضع، ولايات أكثر خطورة. كانت تقدم لنا وإلا تعطينا يعني أنه الولايات الأكثر تصنيف الولايات سيد الوزير. شكرا. أتو دكتور بن علي تمدك بالمعطيات الدقيقة في مخص الوضع الوبائي. بالنسبة أسرة إنعاش كما فهمتك احنا عندنا قدرة قصوى حاليا، القدرة هذه قاعدة تتطور سواء بالاقتناءات اللي إن شاء الله تكون قريبة فيو اللي تعهدت بها لجنة تابعة وزارة الدفاع، عندنا 190 سرير إنعاش في طور الاقتناء، عن الدول الشقيقة والصديقة مشكورة مدنا بآلات التنفس دوريا، وقاعدين نطور في قدراتنا إلى الوصول إلى الحد اللي حشنا به. دكوردو ما تحنا ننطلق حسب الحاجيات، حسب الوضع الوبائي، حسب حاجيات المرضى. تو حاليا فتنا 200 سيد رئيس حكومة كان ذكر علم أعلننا اللي في آخر شهر أكتوبر بشكل عنا 220 سرير، احنا فتنا العدد هذية 230 ومش نمشي حتى 260 في الأسبوع القادم. شكرا. شكرا سيد وزير. مدام إنساف لازم تواصل معكم في الأسئلة. سؤال عزيز. صباح الخير دكتور. حبيت ان نوصل صوت اهالي سبيتلا بحكم مراسلين موجودين غاديك يهدوا باضراب عام، عندهم قالوا مستشفى جهوي وصل 90% معناتها مرحله البناء نتاعو، وقفنا محاله خاطر المقاول مازال ما خلصش، لكن هم يحبوه يردوه معناتها سونتر تاع كوفيد معناتها غاديك باش خاطر الحجم باهي كبير وكذا، دونك ما توصلوا حتى يهدوا في اضراب عام. ولذلك عندكم فكره على المعطى هذا، هل انه ثم معناتها شنو تطمنوا اهالي سبيتلا؟ بالنسبة لي أنا المداخلة متاعي باش تكون خاصة على الوضع الوبائي،
بالنسبة أي إجراء في التحضيرات المتعلقة بالسنتر كوفيد وإلا تحضير المستشفيات، كان تفضل سيد الوزير وعطاكم المعطيات هذه. فما كما تعرفوا أي سنتر فما تنسيق يصير بين وزارة الصحة واللجنة اللوجستيكية باش هي تستغل على المستوى الجهوي على توفير البيرسونيل لي زيكيبمون، هذا الكل عمل متواصل. واحنا مع وزارة الصحة كانت دعات جميع الجهات باش يحضروا ارواحهم باش يكون عندهم لي سونتر هذا باش يتكفلوا بالمرضى، واكيد فما متابعة للموضوع هذايا. بالنسبة للوضع الوبائي كما تفضل وقال السيد الوزير، حاليا احنا قاعدين نسجلوا في عدد الحالات يوميا اللي هو قاعدين معناتها في نفس النسق. احنا فما عدة ولايات وقاعدة تشهد مازالت في ارتفاع في درجة في عدد الحالات المسجلة يوميا وارتفاع في عدد الوفيات. هناك ولايات اخرى قاعدة تشهد في استقرار، وهناك ولايات أخرى قاعدين نشوفوا في نوع من التقلص في عدد الحالات. لكن نحب نأكدوا اللي راهو كما تعرف في كل حالة وبائية فما الانفستيغاسيون تاع ليبيديمي اللي هي التقصي الميداني للحالة الوبائية اللي يعتمد على عدة مؤشرات، من بين المؤشرات هذه هي عدد الوفيات. نسبة الوفيات هي مهمة برشا، واللي هي مؤشر يعطينا فكرة على تطور الوضع الوبائي، وعنا نسبة ظهور الحالات كذلك هي مهمة ياسر، وعنا أكل توزيع الحالات حسب الزمن واللي هو مهم برشا باش نشوفوا إذا كان الحالات هذه قاعدة ترتفع وإلا قاعدة في استقرار. كما قلنا الحالة الوبائية حالية هي تختلف من جهة إلى جهة وفي نفس الجهة من معتمدية لمعتمدية، اللي خلينا نحب نأكدوا على ضرورة استمرارية الوقاية واستمرارية تطبيق الإجراءات الوقائية، لأنه مازلنا احنا في وسط الإبيديمي، ما نجموش نقولوا توا اللي الإبيديمي ورانا. الإبيديمي مازالت موجودة، الإبيديمي الحالات مازالوا قاعدين نسجلوا فيهم، العدوى مازالت، احنا كأننا في غابة لوثو أبخي في برشا بلايس، قاعدين نحاولوا باش نسيطروا على الحريق ككل. إذا كان الحريق مازال موجود في بلاصة نسميه مازلنا ما سيطرناش. إذن احنا مازلنا في عملية التقصي الميداني، الحالة الوبائية مازالت متواصلة، واحنا نحب نأكدوا على ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية اللي تم اتخاذها، لأنه هي الوحيدة الكفيلة باش تقلص من عدد الحالات، ويلزم عدد الحالات وعدد الوفيات يشهد معناتها متقلص، احنا نحب نخلطوا له يكون معناتها متواصل في الزمن، وهذا اللي ان شاء الله نحب نطمحوا له. سيد انصاف، سؤال هو قلت للوضع معناها تحسن في بعض الولايات، فما ايضا حتى بعض المعتمدات شهدت معناها تحسن في الوضع، وولايات اخرى ما زالت تشهد ارتفاع. نجم نقولوا اللي الاجراءات التي وقعت اتخاذها من بينها حظر التجول، من بينها القرار بتمديد حتى العطله، اعطت اكلها؟ وفي صوره ما الاجابه باش معناها باش تكون معناها بنعم، تتصوروا اللي الاجراءات هذه بتواصل؟ يعني نجموا نشهدوا اسبوع اخر او اسبوعين اخرين يعني في نفس النمط ربما، وبالتالي التمديد في العطله هذه؟ شكرا. بالنسبه لنا احنا قاعدين نتبعوا في الوضع الوبائي الاجراءات اللي تم اتخاذها من شانها باش تعاون على تقليص عدد الحالات. حاليا ما نجموش نجزموا لأنه يلزمنا أكثر فترة باش نقيموا فيها الإجراءات هذه ونشوفوا العدد الحالات كيفاش باش يتواصل، وكذلك عدد الوفيات. إذا مازال ما نجموش توا نحكموا، احنا يلزمنا نواصلوا في تطبيق الإجراءات هذه، هي مازالت فين بدات. احنا اليوم نهار أربعة، وهي بدات من آخر الأسبوع اللي تعدى، يلزمنا ساعة نواصلوا فيها، وعملية التقييم هي متواصلة. حاليا مازال الخطر متاع الفيروس هذايا موجود، لكن الأكيد أنه تطبيق الإجراءات هذه، تطبيق الإجراءات نحب نأكد على تطبيق الإجراءات، مش لفات أنه قلنا فما إجراءات
تطبيق الإجراءات هذه من شأنه باش يعاوننا باش يعاون على تقليص العدد الحالات، وهذا اللي احنا نطمحوا له. وعذاك علاش انا نرجع ونأكد على ضرورة تطبيق الإجراءات اللي تم وضعها. راهي حاليا معنا كان سلاح هذايا في دينا، وما نجم نسيطروا على الوضع الوبائي الا ما يكون معناتها الوضع الوبائي يكون كله في جميع المناطق في الجمهورية التونسية، يكون فما تقليص لعدد الحالات. كما قلت لكم كان مازال فما حالات في منطقة معينة تقعد باقي تشكل خطر، ويجم الفيروس هذا يرجع ينتشر من جديد. هذاك علاش نقعد مركزين. أكثر حاجة نحبوكم تعاونونا فيها هي ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية. الأسبوع اللي فات وصفت الوضع بالخطير جدا، الأسبوع هذايا هل سجلنا استقرار ولو طفيف معناتها تراجع؟ وفي نقطة أخرى، الأسبوع اللي فات تحدثتوا على يعني التعاون بينكم وبين بين القطاع الخاص فيما يخص أسرة الأنعاش. نحب نعرف مواطن كيفاش معناتها يلتجأ للخواص، هل بالتنسيق مع أنتم اللي تبعثوه وإلا يعني بصفة مباشرة بينا وبين؟ شكرا. صباح خير، نسرين سويد قناة اليوم. فقط أنا حبيت نسأل، عم ناول احنا تقريبا عدينا 3 أشهر حجر صحي شامل لدرجة معناها الهوس باش وصلنا لصفر حالة. السنة بطبيعة الحال غير ممكن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي موجودة، لكن هل تعتقدوا انه إجراءات كما هكا تنجم توصلنا معناها النتائج إيجابية على الأقل، حتى مش صفر حالة، حتى على الأقل عشرات الحالات، أو أنه في حالة ما عطاش أكله مش نرجعوا لنفس العقوبة متاع السنة الماضية؟ فقط هذا السؤال. نحب نقول ساعة، نحب نوضح، هي مفهمة حتى عقوبة راهو احنا كلنا مع بعضنا ركبين في سفينة، والسفينة هذه في زوبعة، والزوبعة هذه ما عندنا حتى علاقة بها. الزوبعة هذه فرضها علينا هالوباء هذايا. احنا كلنا مع بعضنا باش نلقاو الحلول اللي من شأنها باش توصلنا لبر الأمان بأقل الأضرار. الأوبجيكتيف متاعنا في التصدي للجائحة هذه هو نعملوا هالفخناج هذايا متاع التسارع متاع عدد الحالات، اللي هو من شأنه باش يؤدي إلى كذلك تسارع في عدد الوفيات. الهدف متاعنا التقليص من عدد الوفيات، تقليص من عدد الحالات الخطرة، والتقليص من حدة انتشار الفيروس هذايا، إلى أن يتوفر عنا لقاح ناجع اللي هو من شأنه باش يعاوننا على أنه المناعة في البوبولاسيون مونديال الكل، وخاصة في وإحنا اللي همنا في تونس، باش تكون تفوت 70%، وهذا ما نجم نخلطوله كان باللقاح، واللي هو باش يخلي معناتها العدد متاع الحالات باش يتقلص نهائيا، ما نجم نخلطوله كان باللقاح. نعاود ناكد عليها. اذا احنا حاليا نحبوا نمشيوا في استراتيجيه متاع الفخناج هذه متاعنا باش نقلصوا من الحالات الخطره والحالات حالات الوفيات. احنا حاليا ما نجموش نقيموا الفتره اللي تعدات معناتها من تجديد الاجراءات، ما عندهاش اكثر من 3-4 أيام. حاليا ما زلنا نسجلوا في حالات يوميا، وفيات وكذلك الحالات اللي قاعدين نسجلوا فيها الحالات الخطرة وإلا حالات العدوى. احنا ما نجم نقولوا إلا أنه تطبيق الإجراءات هذه باش يعاوننا باش معناتها نعمل انستابيليزاسيون وإلا تقليص لعدد الحالات. كيف قارنا 3 فترات اللي هما من أول سبتمبر ومن بعد جمعتين في اكتوبر والجمعتين اللي تعداو الاخرانيين، قينا اللي فما في بعض المناطق فما مازال معناتها نسبه ظهور الحالات قاعده تزيد ونسبه الوفيات قاعده تزيد، في مناطق اخرى نسبه الظهور قاعده معناتها تتقلص شويه، وفي مناطق اخرى اللي هي قاعده ستابل. اذا حاليا ما نجموش نقولوا اللي فما تراجع للوضع الوبائي. الوضع الوبائي مازلنا نراقبوا فيه ومازلنا نقيم في الإجراءات اللي تم اتخاذها. وبالنسبة لنا التقييم يأخذ بعين الاعتبار مدى تطبيق الإجراءات، ونشوفوا الوضع الوبائي اللي قاعدين معناتها اللي احنا نراقبوا فيه.
تفضل سيد الوزير واعطاكم المعطيات الكل اللي تخص الأسرة، وإذا كان فما حاجة إضافية جديدة تجمو تلقاوها في وزارة الصحة، يظل أعطاكم جميع المعطيات المتعلقة بالأسرة. فهم حبيت نسلك دكتورة نساف بخصوص يعني نحن سجلنا عدد الوفيات في الفئة العمرية الأكبر، معناها بالنسبة للنوعا ما الشيوخ، علاش ثم إجراء مشيتوا به أنتم في بعض الولايات اللي هو يعني الحجر الشامل بالنسبة للفئة العمرية هذه؟ إسكو ثم تمشي في القادم الأيام بخصوص الموضوع ذي؟ نجم نفرض يعني الحجر الشامل بالنسبة للفئة العمرية هذا، خاصة إنها يعني الأغلبية دي غوتريتي، يعني هما بطبيعتهم ما يخدموش. بالنسبة للي زونتي انفلاماتوار مازال يعني يعطي، خاطر شفت ديكا على في الفيسبوك اللي يقول لك ثم طبيب عطاه معناها هذايا لي زونتي انفلاماتوار وعملت دي كومبليكاسيون ووصلت حتى معناتها تسبت في وفاة واحد عنده كوفيد وصغير وعمره 35 عام. معناها وسؤال أخير بالنسبة للجهات اللي تشهد يعني نسق متصاعد بالنسبة لانتشار الفيروس والأقل، كان تعطينا التصنيف. شكرا لك. كما أنت سألتني سؤال على بالنسبة لتصنيف الجهات، كما قلت لك فما عدة جهات تخرج في البلتان إبيديميولوجيك متاع المرصد اللي باش تلقاو فيه ريديتاي هذم الكل. فما تقريبا 3 أنواع من الجهات، وحتى في نفس الجهات فما انت والمناطق والفيروس قاعد معناتها بصفه ديناميكيه مازال قاعد ينتشر في الانتشار المجتمعي نتاعو، وموجود كذلك في بعض لي كلوستر واللي احنا قاعدين نعملهم في التقاسيم نتاعهم. اذا الوضع الوبائي مازال ديناميكي ومازال متطور واحنا قاعدين معناتها نتابعوا فيه. سالتني السؤال الاول على بالنسبة للفئة العمرية، احنا الأهم حاجة نحب نقولوها اللي احنا لا بوبولاسيون اللي هي لا بلو توشي اللي هي ما بين 35 و 60 سنة اللي هما لا بوبولاسيون ديناميك اكتيف الكل، هي اللي نحبوها تحافظ على البوبولاسيون لا بلو زاجي باش تحافظ عليها باتخاذ الإجراءات الوقائية، باش الأشخاص هذمنا ما نعرضوا لهمش للعدوى، باش الاشخاص هذمنا معناتها ما يمشيوش للاماكن المكتظه، الاشخاص هذمنا ما يمشيوش للاماكن اللي يجموا يتعداو فيها. هذا هو النصائح اللي احنا قلنا عليها، عملنا ما قلنا باش نعملوا لهم حجر صحي للاشخاص هذم، لكن قلنا هذم الاشخاص يلزم نحاولوا باش نوفروا لهم الدويات نتاعهم، نحاولوا باش معناتها نتواصلوا معاهم على طريقه الوقايه، ونكونوا احنا معناتها فاعلين هي اللي هما الأشخاص الصغار في العمر، نكونوا فاعلين باش ما ننقلهمش العدوى ليهم هما. هذا هو المجهود اللي احنا نطالبوا به، نطالبوا باش الفئة العمرية هذه اللي هي أكثر عرضة للحالات الخطرة وأكثر عرضة للوفيات، إن نحاولوا باش نحافظوا عليها باتخاذ الإجراءات الوقائية، وباش نقعدوا نلتزموا حتى في عائلاتنا، خاطرنا احنا اذا كان نخرج نمشي نخدموا نرجعوا نجموا نكونوا عندنا الفيروس هذا وما عندناش اعراض، نلتزموا حتى في عائلاتنا بارتداء الكمامه بالتباعد الجسدي بتطبيق الاجراءات نتاع حفظ الصحه، خاطرها من شانها باش تخلينا نحافظوا على الفئه هذه. شكرا يا مدى. خاطر هذه ميديكال بارك الله فيك، معلش هذا يخدم ولا. احنا نعرفوا اللي من اول ما انتشر الوباء هذايا صارت وفيات عند الفئه العمريه الصغيره من جراء لي زونتي انفلاماتوار، والحالات اللي تنشرت في المجلات العلميه كانت خاصه من ايطاليا. اللي نجم نقوله بالنسبه للدويات واللي قلقنا وماذا بينا ننبهوا المواطنين، كونه فما لو باراسيتامول احنا نستعملوه، لكن هو مسوق تحت عديد المسميات. ينجم مواطن ما طحتلوش سخانة يستعمل باراسيتامول تحت مسمى من تجاري، ويستعمل باراسيتامول هو بيدو تحت مسمى آخر، ونجم ياخذ دوزة أكثر من اللي ينزمو. هنا نبهوا باش ما ياخذوش الدواء كان باستشارة الطبيب متاعهم، والأطباء متاعنا يعرفوا اللي ما يعطيوش لي زونتي انفلاماتوار، وعندهم دليل متاع علاج الكوفيد
اللي هو ينتجوه الجمعيات العلمية تحت رعاية هيئة التقييم والاعتماد في المجال الصحي، واللي ديما كل شهر عنا تحيين، وما زلنا كيف عملنا تحيين أمس فيما يخص خاصة تخثر الدم بالتعاون مع جمعية القلب والشرايين، وبطبيعة جمعية الإنعاش والتخدير وجمعية الإنعاش الطبي والجمعيات الكل. ومن ناحية العلاجية اطمنوا راهم الأطباء متاعكم اللي هما منضوين تحت جمعيات علمية قاعدين يشتغلوا باش يعطيوا أحسن علاج باش نمنعوا أكثر ما يمكن من المرضى متاعنا.